السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في جرين واي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نزرع البطاطا الحلوة مع بعض في البيت بطريقة صحيحة، تابعونا. زراعة البطاطا الحلوة في البيت من الزراعات السهلة جدا والبسيطة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف إزاي طريقة الزراعة وطرق العناية ونصايح مهمة جدا خاصة بالبطاطا، وهي تجربة زراعية ممتعة جدا ياريت كلنا نجربها، هنستمتع جدا في زراعتها. طبعا كتير بنكون شاريين البطاطا تمام وبننساها في الكيس، مثلا نكون حطيناها في المطبخ ونسيناها في الكيس بتاعها، فبنلاقيها زرعت أو بدأت تزرع. زي ما ايه، هنشوف البطاطا اللي معانا دي كده، دي مش محطوطة في مية ولا في أي حاجة، مجرد ان هي محطوطة في الكيس وفي مكان دافي في المطبخ او في اي غرفة يعني، وبنلاقيها زرعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن ان احنا يا اما نبدأ في زراعتها بحيث ان هي تدينا بطاطا حلوة جديدة، او ان انا بستخدمها كنبات زينة زي ما انتوا شايفين كده، بحطها في كوباية مية ويا دوبك هي على طول سريعة جدا، ببص الاقيها من الجزء ده بتبتدي ان هي تطلع الجذور. طبعا الجزء ده اللي هو بيكون لونه وردي ده بيكون الى اعلى وبتتحط كده في المية. يعني انا ممكن ان انا اوريكم الطريقة كده، زي ما احنا شايفين يا اما بزرعها في وعاء على قدها بالظبط، يا اما بحتاج ان انا اثبتها بالشكل ده في حالة لما بيكون الاناء اللي هزرعها فيه واسع عليها بس، وبحطها كده وهي مش محتاجة اكتر من المية بس في مرحلة الانبات. بعد كده هنشوف الاوراق ابتدت تظهر من على الفروع وهتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي شكل الورقة، شكل الورقة بيكون زي على شكل قلب كده، وبرده هنشوف الجذور. وادي شكل المجموع الجذري، ادي الجذور بتاعتها. وعلى فكرة هي سريعة جدا في التجذير، يعني بمجرد ان انا بحطها في المية بعد ما بتكون البراعم من فوق ظهرت بلاقيها بتطلع على طول بعد يومين ثلاثة. بالنسبة للمية لما بلاقيها متعكرة ممكن ان انا اغيرها، لو لقيت المنسوب بيقل ببتدي ان انا ازود من منسوب المية. هي مش محتاجة لأي مغذيات في مرحلة الانبات غير المية بس، وده بيكون كل اللي انا محتاجاه لزراعتها كنبات زينة متسلق، بس كوباية مية وبحط فيها البطاطا وهي بتشتغل مع نفسها. طيب اذا عايزين زراعتها بقى لانتاج بطاطا جديدة هنشوف هنعمل. هبدأ اخد بقى البطاطا بعد ما بتكون فرعت كده وطلعت اوراق، وببتدي ان انا اخد الفروع دي اقطعها بحرص كده وهي بتتشال بسهولة من على البطاطا تمام. هبدأ ان انا اقطع كل الفروع دي اللي هي مزروعة وابتدي ان انا احطها تاني في كوباية المية، وهي برضو هتتجدر بسرعة بنفس سرعة تجذير البطاطا الاصلية. بعد ما بتتجدر بنقل بقى الفروع اللي فيها جذور الى التربة، برضو هوريكم طبعا الطريقة ونشوفها مع بعض. دي مجموعة من الفروع اللي انا كنت قطعتها من البطاطا قبل كده وجدرتها زي ما احنا شايفين، ادي شكل الجذور ودي بتتمدد في التربة وبتدي درنات. تعالوا نشوف طريقة الزراعة. التربة المستخدمة بتكون تربة مختلطة ما بين التربة الطينية والتربة الرملية وتربة غنية بالسماد العضوي زي الكومبوست مثلا او اي نوع سماد تاني. يفضل ان يكون الغالب على التربة هو التربة الرملية اكتر من التربة الطينية، يعني ممكن تكون بنسبة 2 الى 1، الرمل ضعف الطن والكمبوست بيكون ربع التربة، ربع مكون التربة تمام. يعني 2 رمل 1 طمي 1 كمبوست او سماد عضوي. هبدأ دلوقتي ازرع الفروع اللي تم تجذيرها. على فكرة عملية التجذير في الفروع ما بتاخدش وقت خالص، يعني 3 4 ايام بالكتير. هحفر بقى بعمق مناسب وابتدي ان انا ازرع كل فرع وبعد كده اثبته، وبعدين بتبدأ الجذور تتمدد داخل التربة وبتتكون فيها الدرانات. حصاد البطاطا بيكون من 4 ل6 شهور من تاريخ الزراعة. ياريت نستخدم وعاء عميق
يعني يكون اكبر وعاء موجود عندنا، وده اكبر وعاء عندي، بس يفضل ان يكون كمان قطره اكبر من كده، سواء في القطر او العمق. هكمل باقي زراعة الفروع بنفس الشكل. زي ما قلت عن التربة، ان التربة لازم تكون مختلطة بيغلب عليها التربة الرملية. ليه؟ علشان بس ما تتكسرش الجذور وتتمدد الدرانات بحرية، فتدينا بطاطا حجمها كويس، عكس لما تكون التربة طمية او طينية ثقيلة، فده بيخلي الانتاج ضعيف وحجم البطاطا بتكون صغيرة، وده مش مطلوب في عملية الانتاج. بالنسبة للإضاءة، بيحتاج نبات البطاطا للإضاءة وأشعة شمس غير مباشرة. الري معتدل عند جفاف التربة فقط، لأن الري زيادة زي ما قلنا غلط على النبات، بيضعف النبات وممكن يموته. أما بالنسبة لقبل الحصاد، فبيكون السقي بتوقف عنه 3 أسابيع قبل الحصاد. الحصاد بيكون من 4 شهور ل6 شهور من تاريخ بداية الزراعة. ما ننساش نروي قبل ما ندخل الجذور للتربة. أنا كانت عندي التربة رطبة مسقية من قبل كده، ودلوقتي بضغط بعد كده كويس جدا علشان أفرغ الجيوب الهوائية، وده هيكون الشكل النهائي بعد الزراعة. دلوقتي هبتدي بقى ان انا اروي النبات ري غزيرة. بحيث ان انا اشوف المية وهي نازلة من فتحات الصرف، واتأكد من تشبع التربة بالماء. بعد كده طبعا بتوقف عن السقي، وما بسقيش غير عند جفاف سطح التربة، يعني غالبا هتكون كل اسبوع مرة. درجة الحرارة المناسبة من 24 ل 27 درجة مئوية في مصر والدول المشابهة، يعني ممكن نزرعها في بداية الربيع، وممكن زراعتها في المناطق الحارة والاستوائية طول السنة. ودلوقتي تعالوا نتعرف على بعض فوائد تناول البطاطا. أتمنى تكون حلقة النهاردة مفيدة وعجبتكم. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، في أمان الله.